عقد الجواز مضيت عليه وسط الورق من غير ما تاخد بالك. لا، عشان تعرف ان كل اللي انت بتقوله غلط. عقد الجواز يا حبيبي عليه صورتي والصوره عليها بصمتي، وانا فاكره كويس قوي الورق اللي انا مضيته عند المحامي ما كانش فيه صوره ليا ولا حاجه. ما دي اللعبه اللي عملها بقى المستشار صفوت، راجل صايع، خد بصمتك ونقلها على الصوره في العقد بتاع الجواز اللي انت شفتيه. وبيضة مسلوقة نقل البصمة دي على الصورة. وقام جري راح لجلال. يا ابن اللعيبة، ايه رأيك؟ أستاذ ورئيس قسم، عشان تعرف بس. يا سلام عليك. فضل. قهوتك يا سيادة المستشار. وجايبة القهوة بنفسك؟ ما احنا ما عندناش أغلى من حضرتك. ميرسي يا غانم. قولي لي يا غانم، موظفين بره ولا مش؟ لا كلهم مشوا. طب اتفضلي مشيت كمان. اوكي، بعد اذن حضرتك. الحقيقه بقى ان غدا ما روحتش زي ما طلب منها جلال. غدا وقفت بره وسمعت كل اللي دار بينهم. البصمه دي بتاعتها ولا بتاعت حد تاني؟ انا كده هزعل منك. عملتها ازاي دي؟ ربنا يخلي لنا البيض المسلوق. افهم. وغدا عرفت السر اللي جلال مخبيه عن الكل. وجات حكتهولي. وتاني يوم الصبح فتحت غادة درج مكتب جلال بنسخة المفاتيح اللي معاها، وصورت له كل الورق اللي موجود واللي طبعا فيه كل بياناته. إن أنت لما شفتني في النادي ما كانتش صدفة ولا نيلة، أنت كنت بتغني عليا؟ مفيش حاجة اسمها صدفة. صدفة. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.